السلام عليكم. قبل يومين تقريبا صارت مشكلة في جامع أم طبول وإطلاق نار ومشاكل بين أشخاص يعني انتشرت في وسائل الإعلام، لكن ما وضحت حقيقة شنو حقيقتها، ما الذي استدعى إطلاق نار بين حماية جامع أم طبول وحماية رئيس الوقف السني. فيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مضللة وأشخاص يطلقون النار في المدخل الرئيسي لجامع أم الطبول. بعدها اعتقلت وزارة الداخلية عددا من حماية رئيس الوقف السني على أثر هذه الحادثة. ديوان الوقف السني أوضح في بيان أن رئيس الديوان كان في زيارة إلى المسجد وتعرض إلى إطلاق نار من قبل حماية دار الإفتاء اللي مكانها داخل مسجد أم الطبول. في ما تناقلت أخبار أنه هناك خلاف يتعلق بقطعة أرض وإشغال بعض المناصب، في حين يتهم بعض السياسيين الوقف السني بوجود ملفات فساد بالمليارات، وكذلك بعض الاتهامات اللي تتعلق بتوزيع المناصب. أيضا ذهبت بعض الاتهامات إلى أبعد من هذا، تتحدث عن اتهامات لا أخلاقية يمارسها بعض التابعين للوقف داخل بناية الوقف نفسه. هذه الاتهامات هي امتداد للفضائح التي حصلت للوقف في زمن رئيس السابق سعد كنبش بالقصة المعروفة لدى العراقيين. في حديث العراق من الأيام أحييكم وأحيي ضيوفي الشيخ عامر البياتي المتحدث باسم دار الإفتاء العراقي، وكذلك الشيخ مصطفى البياتي رئيس رابطة أئمة وخطباء الأعظمية، وأنتظر كذلك السيد أوراس المشهداني الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله شيخ عامر وحياكم الله شيخ مصطفى. حياك الله وياك. أنا أريد أفتهم القصة اللي صارت قبل يومين عندكم. نعم. شنو القصة بالضبط؟ احنا اللي شفناه سيارات مضللة تدخل إلى جامع أم الطبول وإطلاق نار بين أشخاص غير معروفين، أريد بالتفاصيل شيخنا شنو اللي صار؟ أقوله بالله التوفيق، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر، ما اتصلت عين بنظري ووعت أذن بخبر. أما بعد، قال الباري عز وجل: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحادثة اللي حدثت يوم الاثنين ما بين صلاة الظهر بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر تقريبا، كان هنالك شجار بين شخصين اللي هو جناب الأخ محمد حسين العساوي اللي هو مدير إدارة جامع أم طبول وهو تابع وموظف بالوقف السني، وبين شخص آخر هو صلاح العامري. المشاجرة من هو كانت من هو صلاح العامري؟ صلاح العامري هو منتسب في وزارة الداخلية، ومن ضمن حماية سماحة المفتي. لكن المشاجرة كانت أصلا في بدايتها في الوقف السني، لما هذا الرجل اتصل بمحمد حسين وفتح سبيكر وقال له خلي يولون وطردهم. فالمشاجرة أصبحت بين صلاح العامري وما بين محمد حسين العساوي خارج دار الإفتاء وخارج مقر دار الإفتاء وخارج الموقع. يعني مشاجرة بين اثنين، بين واحد اثنين تابع، واحد حماية عندكم وواحد تابع للوقف السني، خارج
خارج المقر، خارج الموقع اصلا. شنو اللي صار وراها هاي القصه؟ اللي صار وراها انا كنت يعني مرافق لوفد جاءنا من البصره ومن السماوه من جماعه طريق الحرير، فامرني سماحه المفتي ان اتوجه وياهم الى مأدبه الغداء. فاتصل بي النقيب سيروان البياتي اللي هو مسؤول عن شرطة النجدة في أمام جامع مطبول. قال حتة مشاجرة وما أعرف اللي صار شنو. قلت له وينهم هم؟ قال صعدهم على سماحة المفتي فوق إلى مقر دار الإفتاء العراقي. قلت له إن شاء الله راح يحلها سماحة المفتي. زين. فاتصلت قالوا المشاجرة انحلت بالتراضي وتباوسوا وكل شيء انتهى. ومحمد حسين قال أنا باكر أذبح خروف وأعزم الكل ومصافية كل شيء ما بينات نحن ولد عم. وانتهى الأمر بهذا الشيء، لأنه سماحة المفتي خيرهم بين ثلاثة. إما أن يروحون يشتكون في مركز الشرطة أو يجلسون عشائريا أو يتراضون. المهم انتهى، هو سيد الأحكام. انتهت القصة. انتهت القصة. زين، صار وراها؟ وراها ما شفنا إلا البوب دار الإبتاء العراقية انفتحت. وبالسيارات بالجامع باب الجامع الرئيسي. زين. والفيديوهات موجودة إذا تحب تشوفها للمشاهدين وللرأي العام ويشاهدوها الكل القاضي والدان. من اللي دخل عليكم؟ اللي دخل هو رئيس الوقف السني الدكتور نفسه. الدكتور مشعان الخزرجي. زين. ومع حمايته ومدججين بالسلاح. وحتى اعتدوا بالضرب على أحد الشرطة والفيديو موجود إذا تريد. أطلقوا النار عليكم؟ إطلاق نار أنا ما كنت موجود. أنا بس إطلاق نار شاهدوه الموجودين هناك وكذلك الشرطة اللي موجودة ويقدرون بالتحقيق وعدنا تحقيق وأدلة تحقيق بفضل الباري عز وجل. صار إطلاق يعرفون صار. نعم صار إطلاق. صار إطلاق بالجامع. صار إطلاق نار لكن بالجامع. لكن المسألة اللي صارت إنه طلع الدكتور المشهد الخزرجي الى جامع ام الطبول وهو وحمايته ومدججين بالسلاح وصعدوا فوق الى مكتب سماحه المفتي. زين. بعد الغلط والكلمات النابيه وضرب قسم من عندهم ضربوا الباب المجاوره لمكتب سماحه المفتي برجليهم ركلوها. يعني هو رئيس الوقف السني نفسه هو وجماعته. جماعته دخلوا على سماحه المفتي على المكتب. يعني على مفتي ديار العراقية. نعم على مفتي جمهورية العراق. ويجاوزون عليه؟ هذا التجاوز اللي صار وراد بس يهدئ الموقف وإذا بهم سلاحهم ناشرين بكل 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 دار الإفتاء. يعني وحتى غلقوا الأبواب ما سمحوا الواحد يدخل. يعني غلقوا الأبواب وخلوا على كل باب واحد. من مسلح. مسلحين نعم وتقدر تشوفها الآن بالفيديو. زين. فيديوهات موجودة ومو احنا، هاي الكاميرات هي اللي سجلت وليس انا ادعي هذا الادعاء. وان الكاميرات هي الحقيقة التي يبحث عنها الجميع. يعني رئيس الوقف جاي ويا سلاح وجاي وجماعته. اي نعم. بيش 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 وصل بيش دخل وانت قدامك اذا تريد يا استاذ محمد. واللي لا لا واضح انا شفت الفيديوهات كلها. الفيديوهات مشهوره ومنتشره. لا لا اريد الان تعرض الفيديوهات حتى يشوفوها العالم. زين يا احمد اريد الان الفيديوهات حتى يشوفها العالم. ليش ننقص من الحلقه؟ عندك القدره تعرض لنا الفيديوهات حتى لو في وقت لاحق اعرض لنا اياها الله يخليك. زين كمل سماحه الشيخ. بعد ذلك الأخ طلال الزوبعي جاي مار من الشارع العام لأنه يطلع لبغريب شاف الهوسة وشاف السيارات فقال شنو من دار الإفتاء فصعد وكان هو وسيط خير جزاه الله خير بين سماحة المفتي ويقول لي أعطيني هذا المطلوب. زين المطلوب أنت شنو تأخذه يا رئيس الوقف السني؟ يا يعني رئيس الوقف السني كان يدير يعني يطلب واحد يعني يريد حتى يريد واحد يطلب مطلوب. اكو قانون هو يستدعي يعني يريد يعتقله لو شو يريد ما نعرف شو يريد من عنده. زين انت من تجي وتقول انا اريد هذا الشخص ليش هذا الشخص احنا متعلق بينا غير عندك قانون وتقدر تجيبه بالقانون؟
تشتكي عليه ترفع عليه دعوة. شنو صلاحية رئيس الوقف السني حتى يروح على واحد بالسلاح وحمايته؟ فالآن أريد أنه تعرض هاي الوثائق والتدقيق حتى أنت ترتاح وأنا ارتاح، وكذلك المشاهد الكريم الآن يريد من عندنا الحقيقة. الآن الإخوان اللي قاعد يجهزوهن راح نعيدهن مرة ثانية، بس خليني أروح لسمحت الشيخ مصطفى البياتي. حياك الله شيخ مصطفى. حياك الله. مرحبا شيخ مصطفى. شنو هاي القصة، قصة انه رئيس الوقف السني يدخل بسلاح وحمايات على دار الافتاء بهذه الطريقة، يضربون الحمايات، تطلقون النار، تعالوا تجيبوا لي مطلوب. هاي القصة اللي سمعتها من سماحة الشيخ عمرو البياتي قبل شوية، شنو روايتك عنها؟ ايش تعرف عنها؟ التحية لك وللشيخ عامر البياتي. أولا أنا أتحفظ أن يكون مهدي الصميدعي مفتيا للديار العراقية. لا تتكلم، لا تقول مهدي الصميدعي، قل من أدب الحوار أن تقول الشيخ مهدي الصميدعي. مثل ما أنا أتكلم أقول معالي رئيس الديوان، عليك أن تحترم هذه الشخصية وتقول سماحة الشيخ مهدي الصميدعي. إن لم تقل المفتي قل الشيخ مهدي الصميدعي، وهذا هو أدب حوار، هذا أدب حوار، تعلم أدب الحوار يا سماحة الشيخ مصطفى البياتي. الأخ المقدم. نعم. الأخ المقدم، أنا لم أقاطع الشيخ عامر، أرجو أن لا لا تقل مهدي الصميدعي، لا تقل مهدي الصميدعي، لا تقل مهدي الصميدعي. أنا أريد من عندك أدب حوار متكامل. سماحة الشيخ، أنا أريد من عندك أدب حوار، أنا لم أطلب منك شيئاً آخر. سماحة الشيخ أرجوك خلي نستمع للرجل. أنا أعرف الأدب، ومهدي الصميدعي خريج ثالث متوسط، أنا أحمل شهادة دكتوراه في الشريعة، شهادتي أعلى من شهادة مهدي الصميدعي. زين. أعرف أدب الحوار شيخ عامر. تفضل كمل لي وياي دكتور. والأخ المقدم، إذا الحلقة بهذه الطريقة دكتور. فما ممكن تكون وجهات دكتور. نظر واضحة، أرجو أن تدير دكتور. الحلقة دكتور. بطريقة صحيحة دكتور. لا تتعصب، أنا ما ردت من عندك شيء آخر، أنا ردت من عندك أن تتكلم بدبلوماسية لا أكثر ولا أقل. دكتور أنا لم أحملك شيء خارج طاقتك. دكتور عفوا دكتور، لا تقاطعني شيخ عامر حتى الناس تعرف الحقيقة. نحن جينا لكي نعرف الناس بالحقيقة. نعم بس دكتور أرجوك رجاء، خلي أستمع للشيخ يكمل كلامه، وبعدين إذا عندك كلام تفضل به حضرتك. تفضل شيخ مصطفى. فمنصب المفتي العام للديار العراقية انتهى بموت الشيخ قاسم القيسي، بعد ذلك تعارف الناس أن مفتي الديار، تعارف الناس، لم يصدر أمرا مرسوما جمهوريا أو أمرا من الدولة، تعارف الناس أن المفتي هو الحاج نجم الدين الواعظ، ثم عبد الكريم بيارة رحمه الله، ثم جمال الدبان، ثم آل الأمر، وانتخب مجموعة من العلماء وطلبة العلم الشيخ رافع الرفاعي مفتيا للديار العراقية، وكل هذا طبعا بدون أمر رسمي وبدون مرسوم من رئاسة الجمهورية. هذه النقطة الأولى. زين يعني هسه بس حتى هاي النقطة الأولى تابعة لإدارة ديوان الوقف السني. عفوا جامع شيخ، سمحت الشيخ، فضلت. نعم. الشيخ فضلت الشيخ، يعني الآن. نعم. يعني الآن شيخ مهدي الصميدعي شنو منتحل صفة؟ هو ليس مفتيا لأهل السنة ولا مفتيا للديار العراقية. أعرف منتحل صفة مفتي الديار العراقية لو شنو بالضبط؟ والحكم بانتحال الصفة هذا من تخصص القضاء، لست قاضيا أنا على الناس، لكن هو ليس مفتيا للديار العراقية ولا مفتيا لأهل السنة، وأهل السنة والعراقيين بالعموم يعرفون ممن يأخذون الفتوى، إخواننا وشركائنا في الوطن الشيعة عندهم المرجعية العليا متمثلة بسماحة السيد السيستاني، ونحن عندنا علماء أعلام ومؤسسات شرعية نثق بها ونرجع إليها في الفتوى. موجود الشيخ العلامة أحمد حسن الطاها، الشيخ العلامة عبد الملك السعدي وإخوانه، الشيخ العلامة محمود عبد العزيز العاني، وجملة من المشايخ الكبار، نعرف من أين نأخذ الفتوى. تمام. بالنسبة للوقف السني وهذه القضية الطريقة بالتصرف، يعني حتى إذا كان جامع أم الطبول هو مكان يتبع لإدارة ديوان الوقف السني. تمام.
المسؤول الأول عن إدارة جامع أم الطبول هو ديوان الوقف السني، وبما أن الوقف السني وزارة تنتمي للدولة العراقية وتشكيل مهم من تشكيلات الدولة العراقية، يعني اللي على رأسها وزير، يعني دكتور مشعان الخزرجي هو الشخص الأول المعني بإدارة المساجد. دكتور مشعان الخزرجي وصل أنه مدير قسم الإدارة في أم الطبول قد تعرض للضرب وهو محتجز، فقام الرجل وأخذ معه مجموعة من المدراء العامين وركب سياراته اللي هي 7 سيارات أو 8 سيارات حال أي وزير في الدولة العراقية، بالتأكيد تكون السيارات مظللة، بالتأكيد أكو حمايات وياه، بالتأكيد الحمايات عندهم سلاحهم مو ميليشيا ولا جهة خارجة عن القانون، وزير بالتأكيد أكو حمايات وياه. من الذي كان يحتجز؟ من الذي كان يحتجز؟ 15 فرد حماية، من الذي كل مدير عام عنده 4 حمايات، بالتأكيد يكونون 20 فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، من الذي كان يحتجز هذا الشخص اللي ذكرته في الجامع؟ ضرب واضح عليه ووصل خبر الدكتور مشعان انه مدير الاداره محتجز. من اللي احتجزه؟ فذهب الدكتور مشعان الى جامع ام الطبول، واذا بالشرطي الذي يقف على بوابه جامع ام الطبول اللي هو تابع اداريا وشرعيا لاداره السيد مشعان الخزرجي، واذا بهذا الشرطي يمنع وزير من دخول الجامع. في أي عرف وفي أي قانون أن يقوم الشرطي بمنع وزير؟ بالتالي لما منع هذا الشرطي وبدأ بعض الأفراد اللي واقفين في باب جامع أم الطبول بالتلفظ بكلمات لا تليق برئيس الديوان وبالوفد المرافق له، طبيعي أن ينزلون حماية دكتور مشعان، يفتحون الباب حتى يدخل دكتور مشعان ويشوف المشكلة اللي صايرة في الجامع شنو. وأثناء ما دخلوا لجامع أم الطبول خرجوا مجموعة يعني أخرى في الجامع ترفع السلاح وتشتم، ويعني أطلقوا بعض العيارات النارية بالهواء. بالطبيعة أن واجب الحمايات الشخصية أن يحمون الشخصية التي معهم، بالتالي لحماية دكتور مشعان ومن معه قاموا يعني بالذهاب إلى مكتب مهدي الصميدعي، ودخلوا إلى غرفة مهدي الصميدعي من أجل أن يتفاهم دكتور مشعان ويحل المشكلة، وإذا يعني بالأمر يتطور أكثر والرمي اشتد أكثر مما استدعى أن تتدخل قوة خارجية من خارج جامع أم الطبول لتحل هذه الإشكالية، ولتت واحد من دار مع الحماية متشابك أو ضرب إطلاق نار في إنهاء الموضوع، والقوة هذه مشكورة. شوف شوف، واحدة من الإشكالات اللي سووها أنه أغلقوا باب جامع أم الطبول بسيارة تعود لمهدي الصميدعي، وكأنه الموضوع احتجاز متعمد لرئيس الديوان ومن معه في داخل جامع أم الطبول. خلينا نتناقش. الأخ مهدي الصميدعي بغير شرعي، هو غير مكلف بالإمامة والخطابة في الجامع. غير شرعي. الجامع يعود تعود إدارته لديوان الوقف السني. تمام. ولا يسمح لأي شخص يرتقي المنبر ما لم يكن حاصلا على المجلس العلمي من ديوان الوقف السني ولديه كتاب رسمي بالتكليف. مهدي الصميدعي لا يمتلك هذا التكليف. مهدي الصميدعي اصلا محكوم قضائيا باخلاء الشقق اللي موجوده في جامع ام الطبول من سنين، وهو الى وهذا القرار القضائي بات واكتسب الدرجه القطعيه. الى الان مهدي الصميدعي يسيطر على هذه الشقق ولم ينفذ امر القضاء، وهذه ملاحظه على الدكتور مشعان الخزرجي وعلى مدير القانونيه. تمام. يفترض عليهم ان ينفذوا امر القضاء العراقي، واذا ما نفذوا امر القضاء العراقي مصيرهم سيكون التوقيف في السجن، لأن واضح القضاء واضح. بات وقطعي واكتسب التمييز. مهدي الصميدعي اليوم وجوده في جامع أم الطبول مخالفة إدارية وقانونية. واضح واضح واضح. خلينا نسألك شيخ خلينا نسألك. القانون وتحكم القوانين الإدارية. واضح 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 واضح. يعني هو ملاحظات. خليني أسألك. يخدم البلد ويقود البلد. خليني أسألك. هذه التصرفات ما تخدم البلد أبدا. تمام. اسمح لي فقط. أولا قل رئيس ديوان الوقف السني جاء خبر بأنه رئيس الإدارة يعني محتجز. أولا ما قلت لي منو اللي يحتجزه. ثانيا إذا رئيس ديوان الوقف السني سمع بشخص محتجز يروح له هو وحماياته، هو شنو علاقته؟ هو وزارة الداخلية اللي تفك المحتجزين وتتعامل معاهم.
القصة الثانية انه حتى وان كان هذا الجامع محمد بس اسمح لي بس اسمح لي خليني اكمل سؤالي مؤسسة فيها دكتور إشكالية دكتور خليني اكمل سؤالي الطبول فيها مشكلة دكتور مو هذا السؤال راح يصير متحيز شنو على اساس يروح له السؤال راح يكون متحيز بهذه الطريقة اذا تقاطعني انا ما اريد اكون انا رجل محاور فقط يعني ما هي صلاحية رئيس ديوان الوقف السني حتى يتصرف نيابة عن وزارة الداخلية نيابة عن الأجهزة الأمنية كان من المفترض أن يتصل بالأجهزة الأمنية وهم يحلون الموضوع مو هو اللي يتدخل بيها نعم سمعتني شيخ مصطفى هو لم يتدخل في فك احتجاز الموظف هو ذهب ليتأكد من هذه المشكلة ذهب ليقف على يعني أسس هذه المشكلة هذا لو كان هنالك احتجاز لو كان هنالك احتجاز هذا الأمر ما موجود أصلا على الساحة وأريدك يا أستاذ محمد أن تعرض الفيديو وتشوف تشوف المسلحين إذا لقيت واحد من عندهم من دار الإبتاء العراقية احنا معتبين تمام يا شباب جهزوا الفيديو الفيديوهات مجهزات قاعد يجهزون به حياك الله استاذ راشد دار الافتاء متروسه مسلحين ما يسمى بدار الافتاء متروسه مسلحين تمام شنو الوصف القانوني لدار الافتاء تمام واضح يوجد اي وصف قانوني لدار الافتاء فضلت الشيخ واضح اولا حياك الله هي منظمه مجتمع مدني هل هي مرجعيه دينيه منصوص عليها في القانون مدفوع الثمن واضح حياك الله استاذ راشد مساء الخير عليك حبيبي استاذ محمد اسال عن موضوع الحادث اللي صار بدار الافتاء قبل في عفوا استاذ محمد ما سمعت كلمه مدفوع الثمن هذه علي من ما ادري مو واضحه عندي الشيخ عامر البياتي قال مدفوع الثمن ما اعرف حقيقه شنو يقصد به مرحبا بك خلينا نعبرها شيخ مصطفى خلينا نعبرها ارجوك احنا تحيه لك و يكون التزام بادب الحوار واما ان واحد يترك الحوار لا لا ابدا 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 هو انتم اثنينكم مؤدبين واثنينكم محترمين واثنينكم محل تقدير واحترام بالنسبه لنا وبالنسبه لضيفنا خلينا نستمع واحد مساء الخير عليك استاذ محمد داخله مساء الخير حياك الله تحيه لك وضيفيك الكريمين حياك الله حياك الله من المجمع الفقهي ومن يمكن الاستاذ رئيس رابطة أئمة وخطباء الأعظمية الشيخ مصطفى ليس من المجمع الفقهي رابطة علماء الأعظمية انا بس الأعظمية حياكم الله مراجعنا وشيوخنا الأكارم والأفاضل فقط يعني انا اظن انه اذا كنا نتحدث اليوم بقضية مكون او بقضية مؤسسة تقود مكون او تعتبر المرجعية لان المكون يجب ان تقاد من ايدي أبوية للمكون نفسه زين يعني هذا اللغط اللي صار اتجاه الجدل اللي صاير بين موظفين اثنين احنا نبحث عن نتيجة هذا الجدل ليش صار ومن المسببين ومن الموظفين وهل هذا الجدل يستوجب حضور رئيس ديوان الوقف السني الى جامع ام الطبول ام يدز تبليغ اداري وقانوني باستجواب الموظفين الاثنين داخل قانونية ديوان الوقف السني هاي نقطة. النقطة الأخرى تفضل يا شيخ مصطفى وشيخنا العزيز الوقف السني أكو به مشاكل يجب أن نتحدث بها أفرض من الجدل اللي صاير وأظن أنه رئيس الوزراء وجه وزير الداخلية وطلب أنه تكون أكو هدنة داخل الوقف السني بين دار الإفتاء وبين الوقف السني من اجل تلافي هذا الموضوع واكو تحقيق على ما واضح الشيخ مصطفى يقول لك احنا ما عندنا شيء اسمه دار الافتاء شلون لا يعترفون بالشيخ مهدي الصميدعي يقول لك احنا ما عندنا شيء اسمه دار افتاء ما عندنا شيء اسمه مفتي ما هو صفته حتى ما لا يعترف تمام. بس لحظه يعني شنو ماكو دار افتاء يقول ما عندنا احنا دار افتاء بالعراق طيب شلون قاعد مهدي الصميدعي قاعد بم الطبول وهاي الحمايات هو لا يعترف بمهدي الصميدعي يا استاذ محمد الدوله من رخصه استاذ نورس الدوله تخاطبنا بسماحه مبتي جمهوريه العراق مخاطبات رئيس الجمهوريه مخاطبات رئيس رؤساء الوزراء اللي هو السيد المالكي والسيد العبادي واللي بعده وإلى يومنا هذا مخاطبات رسمية فقط على البيت السياسي الشيعي أنا أتحدث عن مؤسسة
ودار الافتاء هو يعني هو اشبه مؤسسه يعني بينها وبين المؤسسات وبين الرئاسات اكو مخاطبات موجوده. فاذا يعني اكو تنافر يعني حقيقه استاذ محمد اكو تشخيص اكو خلل بين الوقف السني وبين دار الافتاء. احنا مال التسويف ونسوف انه نقول هذا دار الافتاء ما موجود شنو المشكله او ديوان الوقف السني ما معترف به تعاركه وهسه وصارت اكو مشكله اكو مشكله مبيته. لا هسه انا اللي فهمته هي اثنين تعاركه ولو اكو قصه اكبر من هذا الموضوع. انا دا اقول لك المسببين لهاي المشكله من منو وهسه مو موظفين زين طيب عذرا يعني هاي موظفين مدنيين استاذ محمد الموظفين النار هذا ما ممكن الموظفين المن تابعين للوقف السني لو دار الافتاء ما اعرف انا حقيقه ما ادري تابعين للوقف السني مو صحيح شيخنا تابع الوقت هو مدير اذا انا ما معترف بدار الافتاء على شنو خليه ما موظفين داخل ديوان الوقف السني زين هاي مو ايضا مخالفه اخرى هسه احنا خلينا نقول اكو جدل بين دار الافتاء وبين الوقف السني احنا الجدل من يصير بيني وبينك استاذ محمد بس ما يصير بين مؤسسه تقود رابطه وتقود يعني شيوخ وممثلي منابر رسول الله يعني هذا الموضوع ما المفروض ما نتحدث به خلاص نهائيا زين. اما اليوم نجي يعني اكو امور داخل الوقف السني المفروض تشخص والمفروض يصير هاي الانتفاضه اللي صارت البارحه والاستنكارات مثل شنو والعمائم شنو المفروض الملفات اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده بداخل الوقف السني انا ما عندي مش عن مشكله ويا مش عن الخزرجي انا الوقف السني من 2005 الى اليوم وقف منهوب ومسلوب من قبل كل من تسنم الوقف زين من مشعان الخزرجي او من كان من كمبش او من اللي سبق كمبش برئاسه الديوان ومن زمن احمد عبد الغفور اما اليوم يصير جدل بين مؤسستين واجي انفي وحده اللغه اذا احنا ابتعدنا عن الفقه وابتعدنا عن الدين واتجهنا الى العمل المؤسساتي يعني العمامه ما لها دور فقط احنا نتحدث بالدفاع عن اما الوقف السني او اما دار الافتاء لا هاي مؤسستين تابعات الى مكون عريق ومكون محترم لكن على من يمثلون هذا المكون داخل هاي المؤسسات ان ينطون احترام لشعبهم داخل المكون وعلى من يتسنن منصب رئاسه ديوان الوقف السني ان يكون اب وصاحب مسؤوليه للجميع. التصرف شنو هسه شنو التصرف اكو استاذ محمد احنا هذا هسه هذا اللي صار هذا انا اشوفه طبعا هذا اللي دي يصير هسه واللي راح تسمعه طبعا حاصل ليش اكو دوله اسمها رئاسه الوزراء واكو وزاره اسمها وزاره الداخليه زين وزاره الداخليه مسؤوله عن التحقيقات وزاره الداخليه راح تكشف السلاح المرخص والغير مرخص وزاره الداخليه هي المسؤوله عن اذا على كلام الشيخ مصطفى انه اكو ميليشيات داخل ام الطبول وزاره الداخليه مسؤوله عن كشف السلاح اللي تابع الى هاي الفصائل اللي داخل ام الطبول اللي تابع الى لا ما اقول لك ميليشيات هسه احنا دا نقول سلاح غير مرخص انت دا تقول مكتظ بالسلاح الرجل قال لكم مسلحين قال لكم مسلحين عزيزي ما قال هذا وشيخنا اعطوني الصوت يا شباب اي مسلحين مسلحين لعد منو احنا عندنا حشد تابع لرئاسه الحشد وموجوده داخل الموقع زين انت كيف نسميهم مسلحين لو حشد لا حشد اخي حشد تابعين الى الدوله وياخذون رواتب من الدوله فتحوا النار الحشد؟ ما فتحوا النار الحشد يا اخي اللي صار انه جت قوه هاجمتك الى مقر وداست براشك وصعدت الى دار الافتاء بالسلاح وتحداهم اذا يجيبون واحد من دار الافتاء العراقيه في مقر دار الافتاء فوق عند سماحه المفتي واحد واجههم فقط ماكو ولا واحد بسلاحهم وشارين سلاحهم هي شيء زين سمح الشيخ وعشر بنادق تم تسليمها ليلة الاثنين تم تسليم عشر بنادق كلاشنكوف مع بندقية بكيسي الى قيادة عمليات بغداد شيخ هذا تضليل للرأي العام لا مو تضليل هذه حقائق واقعة وليس تضليل ارجوك سماحة الشيخ مصطفى البيات اللي أرجو من عندك هذا ليس بتضليل وإنما أقول هذا الواقع وهذا هو الفيديو اللي جامع أم الطبول ليس تضليل واقع وإنما داخل تتأكد من الجهات الرسمية ما هي صفة الحشد الموجود أنا بس أرجع لك شغلة الشيخ مستهدف هو من جهات إرهابية طبعا ويا حمايات ويا مدراء عامين إرهابية اسمع تمام شيخ مصطفى شو من بابا اقول لك مسلحين تقول ميليشيات تقول مو ميليشيات ارهابيه هسه طلعوا السلاح اللي موجود داخل ام الطبول المن تابع يا وزير الداخليه بروح امك
عليك الأمة والمقدسات. انت يبدو مأجور. هاي وين جبت طاري إرهابية؟ قلت رئيس الديوان مستهدف من جهات إرهابية. هاي اللغة، هاي اللغة لا تحكيها وياي، هاي اللغة لا تحكيها وياي بطريقة صحيحة. كل شوية مقولني كلمة أنا لم أقولها، لما اقولها شنو لم تقولها انت؟ دا تقول انت مو سمعت قال الارهابيين؟ ما قال الرجال الارهابيين، قال اكو مسلحين داخل. مسلحين اللي من تابعين؟ قال مسلحين، قال مسلحين بعدين. قال لك هذا الرجل، قال الديوان مستهدف، قال رئيس الديوان، رئيس الديوان، رئيس الديوان مستهدف من جهات ارهابيه. اي بالضبط، من دخل رئيس الديوان الى الى دار الافتاء. يا شيخنا العزيز احنا هسه نريد نعرف، هسه احنا شعب سني نريد نعرف هاي المرجعيتين، المرجعيتين في الوقف السني وفي دار الافتاء، من اللي دا يعرضنا لهاي الازمات؟ يعني هسه المكون وقف انه نشدخ رئيس الديوان او المفتي، لازم احنا نفتح نيران فيما بيننا؟ لا، هو هذا الحق؟ لا، انا اريد اعرف. يعني مو اكو وزاره اسمها وزاره الداخليه؟ أكيد. مو اكو تحقيقات؟ تدخلت. مو اكو مصابين؟ تدخلت وزاره مو الداخليه. مو اكو ناس تهربوا من المستشفى؟ هربوا من المستشفى. اي مصابين هربوهم من المستشفى. هذن الحقائق هم اللي بينها تبينها الدوله. المن تابعين؟ كان اكو مصابين وتهربوا من المستشفى؟ طبعا احنا نثق كلش بالفريق عبد الامير الشمري، وعبد الامير الشمري وزير مهني وبالتاكيد راح يكشف الحقائق الصحيحه. واضح. اي ما يحتاج لعداني انفي المجمع الفقهي او انفي ديوان الوقف السني. ديوان الوقف السني المسؤول ماليا واداريا وقانونيا عن المكون السني. خليني اعطي المجال شوي للشيخ عامر. شيخ مصطفى ارجوك نهدأ، وشيخ عامر ايضا خلينا نهدأ. احنا امام راي عام. الشيخ مصطفى طرح مجموعه من الاشكاليات عليكم. اولا يقول لك انتم ما مخولين، يا هسه حتى قلت الانتحال صفه للقضاء، يعني قاعد يقول لك انه انتم ما عندكم اي صفه، ما عندنا مفتي، يقول ما عندنا اصلا مفتي. أخي المخاطبات الرسمية تثبت وجود مفتي، إذا هو ينفي أكو مخاطبات رسمية تثبت. زين من الذي جعل رئاسة الوزراء تخاطبنا بهذا الخطاب؟ من الذي دعا مجلس القضاء الأعلى يخاطبنا بهذا الخطاب؟ من الذي دعا رئاسة الجمهورية أو الوزارات، رئاسة الوزراء السابقة، أن تخاطبنا بهذا الخطاب؟ سماحة مفتي جمهورية العراق إلى دار الإفتاء العراقية. هذه نصوص مخاطبات، واللي يريد يتفضل او ابعث لك اياها تشوف المخاطبات اللي موجوده. هسه هاي افتهمناها. شغله الشقق شنو؟ يقول لك اكو شقق انتم مستولين عليها، وما قال هذا، بس انا طيب. السيد اشياء ايضا خاطب الشيخ رافع رفاعي انه مفتي الديار العراقيه. تمام. انت الان الشقق شنو قصتهن؟ يا شقق ذن المستولين عليهن، القصه تتعلق بالشقق. ماكو مساله الاستيلاء. مساله الاستيلاء هذا تعبير غير صحيح. مسألة الاستيلاء أكو اتفاق بين سماحة المفتي وبين رئيس الديوان السابق، معالي رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم، أن تكون إيرادات هذه الشقق مقابل ما يكون من نثرية وما يكون صرفيات لجامع مطبول. زين جامع مطبول من 2014 و13 لحد الآن ما هي الصرفيات؟ من اللي قام بتبليط هذه الشوارع وتبليط هذا الموقع كله؟ من اللي قام؟ هذا التصليحات اللي تصير بجامع مطبول، وهذه الصرفيات من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ نروح نجيب من الشارع؟ لو هي نفس صرفياتها، هذه أموال، وهي هاي أموال، والأموال تصرف بصورة صحيحة ومن ضمن وصولات وموجودة موثقة عند الحسابات. عندنا مكتب خاص بالحسابات. بتسليم هذه الشقق إلى هيئة الاستثمار. قطع الصوت. ماكو هيك استاذ محمد. في الشقق استاذ محمد، عين استاذ محمد، اخذ مني عينك علي. ام الطبول بها 14 دونم. ال 14 دونم هاي اكو جهات تبحث عن انه السيطره عليها. من اللي يريدها؟ تهيمن عليها. من اللي يريدها؟ جهات سياسيه. جهات سياسيه فارضه نفسها، وهي اللي تريد تكون الراعي الرسمي على الوقف السني. هاي جهات سياسيه. أي. احنا خلي سوت احنا خلي تكون اكو فد حقائق وفد تسلسل بالموضوع. استاذ محمد، هيئه النزاهه يا شيخ مصطفى، شيخنا الجليل، هيئه النزاهه الاتحاديه. الجهاد احنا عندنا قرار ممنوع الاستثمار في المساجد. شلون يعني ممنوع الاستثمار بالمساجد؟ ليش جامع السراج منسى
جامع ارثي شو تم هدم المنارة بحجة توسيعات والشرفاء نقف بوجه من يريد ان يعطي هذه استثمار. زين تمام كمل كلامك حتى انتقل. اكو جهات سيطرة تامة على القرار داخل ديوان الوقف السني. زين الملفات وهاي الجهات هي الملفات نفسها تريد قطعة الملفات الأرض. هاي الجهات هي نفسها تريد قطعة الأرض اللي بالضبط جهات سياسية. يعني حتى الجامع يبقى رئيس ديوان الوقف السني عنده علم وساكت وراضخ لقرارهم، ما عنده علم وما يعرفوا بهذا المخطط فخلي يكون عنده علم. الملفات اللي تم كشف العديد منها سواء كان من الاستملاكات او من الاستثمارات او من المقاولات اللي تم ترميم واعاده بناء وغيرها وقطع الموصل وال14 دولار داخل جامع ام الطبول وفي الجادريه، هذا ان كلهن تم البحث والتباحث مع هيئه النزاهه الاتحاديه، ودان طالب رئيس الوزراء انه يجي ويقف ميدانيا على حجم هاي الاموال وهاي الفساد. الشيخ مصطفى ذكر انه كان شخص محتجز داخل الجامع، منو اللي كان يحتجز هذا الشخص؟ ما حد ما هذا 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 التهويل وهذا الكلام غير صحيح. بل هو كان في ضيافه سمحت المبتي وقال له معالي رئيس الديوان دكتور مشعان الخدري قال له انا جاي اشرب شاي يمك. زين اهلا وسهلا. هذا اللي يقولون عليه محتجز؟ هذا اللي يقولون عليه محتجز. اذا هو واذا محمود ابو الطيب باب الاداريه والماليه اهلا ومرحب بي واهلا وسهلا. لكن انتم شوفوا مدى اعتداء الحمايه حمايه معالي رئيس الديوان على حرس الباب، وشلون يضربوه ويكفخوه ويسحبونه على صفحه ويركض يريد يمنع، لانه من واجبه ان يمنع الدخول العنوه، من واجبه ان يمنع دخول العنوه داخل هذا الموقع، موقع وجامع وفي بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه. ما قالت ناس بالاحذيه وبالاسلحه دخوله هو وزير بالدوله العراقيه اخي وزير بالدوله العراقيه. اكو اعلى سلطه موجوده في المسجد يتصلون ويطلبون الاذن ليش ما اتصل سماحه المفتي وكان الدوام موجود؟ يتصلون يا سماحه المفتي احنا جيناك. اكو رئيس ديوان انا اليوم اريد اروح ازور الاستاذ محمد غير عندي. يا شيخ مصطفى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يتصل زين ليش هو مو كان عنده موجود تليفون سماحه المفتي؟ يتصل بي ترى انا جماعتك من عوني بالباب انا ادخل وشوفوا شلون ما راح يرحب بي. تمام صح له يا استاذ محمد؟ صح له دكتور استاذ يوراس؟ صحيح يستاذن ويدخل اهلا وسهلا. نحن نرحب بمعالي رئيس الديوان ومن معه لكن بهذه الطريقة. ليش الشرطة يمنعونه؟ شلون شرطي اخي الشرطة من واجبه ان يمنع دخول العنوة حتى يستأذن من رئيس الافتاء اللي هو سماحة المفتي يستأذن من عنده؟ ليش هو اليوم احنا جاينا ضيف؟ ليش هذا اليوم احنا جاينا ضيف؟ اي واحد يجي ضيف يستأذنون ويتصلون اكو ضيف الفلاني فلان ابن فلان ويعرض بنفسه ونسمح له بالدخول. شيخ الصميدعي شيخ مصطفى الصميدعي من يضرب امام وخطيب راشدي ما ضرب حلوه ما ضرب. اتحداك اذا ضرب امام وخطيب راشدي سطر اتحداك. اثبت ذلك الان امام الناس. اثبت ذلك وانا معك. اهله هذه حلوه شيحنا. يبدو متعودين لا لا لا. على المخالفات لا 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 سماحه المفتي بالعكس هو يحتضن الامه والخطباء. يضرب امام وخطيب سطره وين لقيتها هاي؟ رئيس رابطه ولا متحدث باسم الديوان؟ وتسال من ضربك راشدي؟ لا رئيس رابطه وليس باسم الديوان. وتبعث على شيخ سمير البياتي وتبعث على شيخ زكريا البصري اخي شيخ سمير البياتي جزاه الله خير. صارت المشكله بينه وبين شيخ حذيفه الخزعلي ولا شأن لسماحه المفتي بهذا الامر. القانون الاعتداء على رئيس الديوان اعتداء على وزاره. ماكو اعتداء. هو وين الاعتداء حتى تسوي اعتداء؟ تمام شيخ الوزراء والله اصلا ماكو اعتداء بالعكس مرحب به ورئيس الديوان معالي رئيس الديوان اهلا وسهلا به. مو الاعتداء على هيبه القانون. شيخ مصطفى خلينا نهدأ ارجوك. خلي يوصل كلامك الي حتى انا استمع لك. انت شوي هم بعيد عني هم نعم. حتى اعطيك حق الرد بالتفاصيل اللي تحدثوا بها الضيوف الكرام وايضا حضرتك يكون لك راي بالموضوع. اولا الاعتداء انا افهمها يعني وزير حتى لو في منصب
هو اكو قانون يحكم سواء اعتداء عليه يعتبر اعتداء على رئيس الوزراء وهسه حتى لرئيس الوزراء، واذا مواطن يعتدي على رئيس الوزراء من يروح رئيس الوزراء حال حال اي شخص يروح يقدم دعوه على هذا المواطن، ترى ما له حق لا يحرك جيش على مواطن ولا يقتحم مكان ولا عيني. كذا بس اسمح لي ارجوك استاذ محمد بس اسمح لي انت مذيع بالقناه ايه اسمح لي اولا هل تمام. تعتبر هاي حجه حضرتك انه يقتحم جامع حسب انتم قاعد تحدثون وانتم شيوخنا ويعني وكل الاحترام لكم بس هل تأيدون واحد الان يقتحم جامع بيت من بيوت الله بهذه الطريقه مع حمايته باستعراض بالاسلحه بهاي الطريقه ويدخل عليهم ليش ما يروح يتخذ الاجراءات القانونيه سؤالك كلش جميل استاذ محمد سؤالك جميل جدا بس استاذ محمد خليني اضرب لك مثل قبل لا اجاوبك تفضل براحتك انت مذيع في قناه الايام مدير قناه الايام جاب لك موظف قال لك هذا معد برنامج وياك تمام اذا راد المدير مال قناه يحكي ويا معد البرنامج او يريد يحاسبه او يريد يطلع اللي هو جاب لك اياه انت لك حق تمنع مدير القناه من ان يبعد هذا الموظف سرعه تخربنا يا مدير القناه انت في هالحكي هذا مدير القناه هو جاب لك اياه بتوقيعه راح تخربنا يا مدير تبعده راح تخربنا يا مدير القناه انت ايه هو هذا اللي صار دكتور مشعل سمعكم مشكله بام الطبول منو بعد الموظف وسمعكم موظف معتدى عليه واثار الضرب واضحه راح الى جامع ام الطبول اللي هو جامع يقع تحت مسؤوليته وتحت ادارته كيف لي شرطي واقف بباب الجامع ان يمنع المسؤول عن الموقع المسؤول عن المؤسسه يعني هذا كلام غير منطقي يا استاذ محمد ويعني اعتذر منك انت اعلامي متميز المفروض ما تسال هذا السؤال بس هل اي مداهمه وعن اي اجراء بهذه الطريقه انا رئيس ديوان لا انا هل وزير بالدوله الشرطي يمنعني مؤسسه الي تابعه يمنعني شرطي لو وزير يمنع شرطي يمنع وزير الشرطي في واجبه هو محترم والوزير في واجبه هو محترم واكو قوانين نزلوا حماية الدكتور مشعان فتحوا الباب ودخل الموكب واذا بيهم ينهالون مسبه وطعن واذيه وهجوم على سيارات الموكب طبعا الحمايه ويدافعون عن وزيرهم الحمايه لو ما مدافعين عن وزيرهم كلهم يحاكمون والشرطي اللي بالجامع اذا ما مدافع عن الجامع هم يحاكم لا الشرطه اللي هو ده يقول شيخ شرطه ابو جاره الداخليه مجلس الداخليه الوزاره الداخليه وزاره الداخليه الى مؤسسه الاف بي اس انا اسال هذا السؤال ليش يمنعوا الشرطه من الدخول زين كملت يلا زين دخل رئيس الديوان ليش تغلق باب الديوان ليش تغلق باب جامع ام الطبول بسياره تابعه لمهدي الصميده ليش يلا خلي يجاوبون تمام من الغالق الباب اللي يغلق الباب هو يقول لك السياره تابعه للشيخ مهدي الصميدعي ليش غلق الباب ليش غلقت الباب يعني كان سياره تابعه لمهدي الصميدعي غلقت باب الدخول والخروج مو عندكم باب لا هو انا هسه اريد الجماعه يكملون الفيديو حتى ينشرونه ماكو صار لهم 45 دقيقه يا ولد وينكم الفيديوهات نشروهن يلا نشروها نطلعوا لي اياهن بوحده من الوندوات وطلعوا لي اياهن هاي المشكله المسبب يلا من الود واحد استاذ محمد طلعوا لي اياهن استاذ محمد هاي المشكله يتحملها تخصص وزاره الداخليه يتحملها معالي وزير الداخليه خلي المسؤول يكون اكو قرار يتحملها معالي وزير الداخليه عبد الامير الشمري الظاهر هذا الشرطي اللي مانع دخول وزير رئيس ديوان الوقف السني ماخذ توجيه من معالي وزير الداخليه بعدم السماح ل معالي ديوان رئيس ديوان وقف السني بالدخول الى جامع ام الطبول هذا الاتهام هذا الاتهام انا اتهم طيب كم مره لا 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 انت اريد اسال سؤال كم مره طب معالي رئيس الديوان الدكتور مشعان الخدرجي والمدراء العامين الى دار الافتاء وتم استقبالهم بصوره صحيحه ودخلوا الى مكتب سماحه المفتي وجلسنا من هذا المكان كم مره من هذا المكان انا اوجه تهمه على المنتسب التابع الى وزاره الداخليه هو سبب المشكله بما حصل زين هاي الخلفيات لهذا الموضوع والله العظيم مصالح ومناصب ها مصالح ومغانم مناصب مصالح ومغانم زين اعطوني الفيديو يا شباب
طنية. على الام بي اس وزاره الداخليه زين. وهذا المدني المتابع. هذا تابع الى حمايه معالي رئيس الديوان. ها ها ها. اللي هو كان مسؤول عن الباب. اي كان مسؤول عن الباب. عاد على ربع سوى عاد سدوا الباب وانتهى. سدوا الباب. وين السياره اللي زين؟ هذا الفيديو الاخير. شوف هذا بالبندقيه مالته واقف. هذا المدني لابس سلاح شايل سلاح منه. هذا من حمايه معالي رئيس الديوان. شيخ مصطفى انت ما تشوف الشاشه صحيح؟ تمام. هو ذاك الرجل اللي معقل منه زين. معالي رئيس الديوان شفتها الشيخ مصطفى. هذا رئيس الديوان مهدي السويدي على مواقع التواصل. وهي طبعا مخالفه قانونيه. أه. المفروض ما تنشر الكاميرات ما تنشر الا بقرار قضائي. زين اسف احنا اللي شفناه يعني تخصص وزاره الداخليه. تمام احنا اللي شفناه شيخ نريد نعرف الحقيقه. المخالفه قانونيه يتحملوها. تمام شيخ مصطفى احنا هسه اللي شفناه. استاذ محمد انا ما مطمئن لهذه الفيديوهات لان هذه اجتزئت. خل تطلع الفيديوهات بطريقه كامله التسجيل كله نشوفه المفروض. نعم. اما هذه مجتزئه انا هسه اقدر اجتزئ لك فيديوهات واسوق الموضوع بالطريقه اللي انا اريده وانت كذلك. احنا ما نقدر نحكم على هاي الفيديوهات لكن نعرضها باي طريقه يريدها. باي طريقه يعني هو اللي تخدم قضيته. تمام شيخ مصطفى ما ادري انا اذا يعني اوصلك الى مساحه تحدث عنها او لا بس لفت نظري كلام الاستاذ وراس. بس اسمح لي اسمح لي نطبق القانون يا استاذ محمد. ما عندي وقت. تطبيق القانون ما عندي وقت هواي. بس السميدعي محكوم باخلاء الشقق والحكم بات وقطعي ليش ما يخليها؟ تمام. والله هذا العجز بده ولا لا استاذ راس المشهدان. ليش ما يخليها؟ ليش ياخذ اجارات 500 الف من الناس؟ زين استاذ راس قال قبل شويه انه هذا الموضوع يتعلق في هذا الموضوع. هي انا عندي الان بالتليفون موجود القرار. يا شيخ مصطفى تسمعني لو ما تسمعني انت؟ يريد تسمعني لو لا تسمعني لو لا اسمعك هسه. اسمع بس علق لي على هذا الكلام. قال انه هذا الموضوع بمصالح سياسيه وهاي المصالح مصالح سياسيه. وشنو قلت بعد يا أوراس؟ مصالح مغانم وكاس ومغانم ومناصب. سياسيه ومناصب سياسيه. والموضوع يتعلق بهذا الموضوع ما له علاقه لا بشرطه فلان ولا قال فلان. صحيح علقت لك على هذا الكلام. ايه؟ علقت لك على هذا الكلام لكن يبدو انت نسيت. اه؟ اني وياك وشيخ عامر والاخ كليتنا نقف ضد هذا الكلام. ويوم جي. هذا اللي يصير كليتنا نوقف ضده. لان احنا اصلا مصوتين سابقا في مجلس الاوقاف الاعلى ممنوع منعا باتا الاستثمار في الاراضي التابعه للمساجد. تمام لا لا اكو مناصب اكو على اعلى سلطه في الوقف. ما نسيت كلامك حتى السيد رئيس الديوان. بس من حقك انا فقط قراراته. تمام يوم لتكون اكو مصالح سياسيه على حساب اوقافنا وعلى حساب اهلنا كل الشرفاء المفروض يقفون صفا. تمام تفضل. عيني استاذ محمد. اه بس باختصار ديوان الوقف السني اكو جهات سياسيه مسيطره على موضوع ترميم وإعادة تأهيل المساجد. زين. من الباب الخارجي إلى المنبر، منبر رسول الله. تمام. هذا الملف جاهز والملف الآن يعني تم المناقشة به مع أعضاء التحقيق داخل هيئة النزاهة الاتحادية اللي باللقاء السابق قلت لك من ينطي لهيئة النزاهة الاتحادية. زين. والأمر الآخر أكو أراضي تم الاستيلاء عليها وأكو تحقيقات جارية وتم طمطمتها طمطمت نتائجها داخل ديوان الوقف السني. أنا ما دا أتحدث على مشعان الخزرجي. أنا دا أتحدث عن
كل من يقود هاي المؤسسة. هاي المؤسسة مو إرث لأبو أحد. دكتور مشعان رفع كثير من هذه الأمور ترى لهيئة النزاهة ولجنة النزاهة. هاي المؤسسة مو إرث لأبو أحد. هاي المؤسسة لمكون. المكون ما مستفاد شيء من هاي الأموال ولا واصلة شيء من هاي الأموال إليه. أراضي موجودة بالموصل راحت بسوق سوداء إلى جهات سياسية. جامع أم الطبول في وفي الجادرية وفي العطيفية أكو أراضي أيضا تم الهيمنة والسيطرة عليها من قبل جهات سياسية. وهاي الأراضي تروح بالمزاد. يا أخي أنا مالي شغل بمشعان الخزرجي ولا أتحدث باسم ديوان ولا يمي ولا أشوفه حتى لو أقبالي. أنا دا أتحدث بأموال أموالي يا شيخ مصطفى مثل ما هي أموالك يا شيخنا العزيز. مثل ما هي هاي تشوفون انه البارحه صارت جريمه كبرى واستنكارات شفناها لائمه ومشايخنا ومشايخنا المعممين وشفنا الاستنكارات. الشيخ مصطفى اكو امور ما نقدر نحكي بيها. انت واحد من الناس تعرضت للهجمه قبل فتره. انت واحد من الناس ابعدوك عن امامه والخطبه في جامع ام القرى وحولوك لغير جامع حولك لغير جامع بسبب الضغوطات اللي تفرض على ديوان الوقف السني. يا اخي ديوان الوقف السني ده يخضع الى قرارات سياسيه. هاي الشيخ عبد الخالق نتيجه سوء فهم. وبعدين رجعت اني خطيب ام القرى واني الان رسميا خطيب ام القرى. انا اليوم انا الجمعه الجايه عقب باكر بام القرى ان شاء الله انا ورا عيوني بشوفتك والزمك وبوسك من نعمامتك. احنا يا شيخ مثل ما صارت هاي الانتفاضه على مود اسماء مثل المفتي او رئيس الديوان نريد انه الموضوع هذا تصير انتفاضه من قبل معممين من قبل اصحاب المنابر اتجاه الفساد. فساد اخلاقي وفساد مالي. وين يا فساد؟ يا فساد داخل ديوان الوقف السني. داخل ديوان الوقف السني. اشكرك جدا وراس المشهد وليس السياسي. فقط لدى مشعان الخزرجي بل كمبش وحتى اللي سبقه ومن ضمنهم مشعان. شكرا استاذ وراس. روح اكتب على جوجل مصطفى بياتي ومواقفه من اتفاقيه تقاسم الاوقاف للفساد وتعرف شنو مواقفي. شكرا استاذ وراس المشهداني. شكرا شيخ عامر البياتي. شكرا شيخ مصطفى البياتي. أشكركم مشاهدينا الكرام. في أمان الله.